أما هلأ ليا بننتقل لمساحتنا الطبية. لليوم كتير بنسمع عن مرض القرنية المخروطية، مرض انتكاسي للعين يؤدي إلى أحداث تغييرات بهيكلية داخل القرنية تعمل على ترقيعها وتحولها إلى شكل المخروطي بدلا من الشكل المنحني التدريجي الطبيعي. يمكن تسبب القرنية المخروطية تشوه كبير بالرؤية وتؤدي إلى تعدد الصور. لنتعرف أكثر عن هاي المرض، أسبابه، كيفية علاجه. معنا الدكتور باسل فاعوري، اختصاصي بأمراض العين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم موضوعنا، يمكن نحن حاكين عن مواضيع كثيرة ولكن اليوم مخصصين القرنية المخروطية. أول شيء خلينا نتعرف علميا أو بالمعنى العلمي شو يعني القرنية المخروطية. القرنية المخروطية يعني مرض شائع حقيقة، بنشوفه كثير ببلادنا، بصيب القرنية. والقرنية هي الجزء الشفاف الموجود قدام العين المسؤول بشكل رئيسي عن الانكسار، يلي بيساعد على إيصال الضوء بشكل صحيح لشبكية العين وبالتالي رؤية سليمة ورؤية صحيحة. القرنية لها شكل معين، شكل تقريبا نصف كروي محدب. هذا الشكل منتظم، له نصف قطر انحناء معين، بينقاس بأجهزة خاصة. هاي القرنية بنيتها الأساسية من مادة الكولاجين، إلى عدة طبقات. بالقرنية المخروطية الحقيقة بتصير الإصابة نتيجة تنكس معين بتصيب ألياف الكولاجين الموجودة فيها، بتضطرب هاي الألياف. هذا الشيء بيأثر على شكل القرنية المخروطية. التأثير على شكل القرنية المخروطية بيحول شكلها من شكل نصف دائري أو قبة نوعاً ما إلى شكل بيشبه المخروط، ومن هون إجت تسميتها القرنية المخروطية. هذا التغير بالشكل بيسبب تشوه بانعكاسات أو انكسارات الأشعة الضوئية، وبالتالي ما بتعود الأشعة الضوئية توصل بشكل مبقر إلى الشبكية. يعني الخيال ما بيكون مفوكس تماماً على الشبكية، إنما بيكون مشتت، وبالتالي بتسبب لنا تشوه بالرؤية عند المرضى. طبعاً هذا المرض مترقي ومرض له درجات، يعني ببلش بأشكال خفيفة وممكن يترقى لأشكال متوسطة بعدين لإصابة شديدة بالقرنية المخروطية. طيب دكتور خلينا نحكي أسباب القرنية المخروطية، شو اللي بيؤدي لحتى فعلا تتأثر هالعين تصاب بهي المشكلة؟ في عنا أسباب وراثية، بعض العائلات عندها إصابة بالقرنية المخروطية نتيجة إصابة بجين معين بيؤدي لهذا ظهور هذا المرض. وفي حالات مكتسبة، يعني بتصير بعدين، يعني بتكون القرنية طبيعية لكن نتيجة إصابة بمرض معين ممكن تتحول لقرنية مخروطية. المرض الشائع عنا واللي بنشوفه كتير بيؤدي لحدوث قرنية مخروطية هو الرمد الربيعي أو أمراض الحساسية عند الأطفال، خاصة لما بصير بأعمار الطفولة ما بين 4 سنوات ل9 أو 10 سنوات. بعض الأطفال بيكونوا عم بيعانوا من شيء اسمه الرمد الربيعي أو الحساسية الموسمية، بتسبب لهم احمرار بالعين ودماع وحكة شديدة. حقيقة الحكة الشديدة عند الأطفال يعني اللي بتخلي الطفل يفرك عيونه دائما بشكل متواصل بتأثر على قرنية العين وممكن تتطور عنده قرنية مخروطية. فبشكل رئيسي ممكن تكون مثل ما قلنا ناجمة عن إصابة بسبب مرض مثل الرمد الربيعي يتطور ليصير في عندنا قرنية مخروطية. ممكن تكون الإصابة عائلية، هدول الأشخاص ما بكون عندهم لا رمد ربيعي ولا أي شيء، بعمر تقريبا بعد 10 سنوات أو 11 سنة بتبلش تتطور عندهم القرنية المخروطية. حديثا أو يعني بالفترات الأخيرة صرنا نشوف أحيانا تطور قرنية مخروطية بعد عمليات الليزك، يعني إذا كانت مجرات لأشخاص غير مناسبين أو في عندهم مشاكل بالقرنية ما تم ملاحظتها قبل إجراء العملية ممكن يصير في عندهم تطور شيء اسمه اكتيزيا بالقرنية أو شيء بيشبه القرنية المخروطية بعد عمليات الليزك. تمام دكتور، خلينا نعرف الأعمار يلي ممكن هي تكون أكثر خطورة، وننتقل ونحكي شو هي الإجراءات أو شو هو، خلينا نحكي عن الإجراءات يلي لازم يأخذها المريض وبعدين ننتقل على الطبيب. هلا مثل ما كنا عم نحكي من شوي، عادة بأعمار الطفولة المتأخرة بتبلش تظهر القرنية المخروطية. نعم. هيك عادة نتيجة الرمد الربيعي، هذا عند الأطفال بيصابوا بالرمد الربيعي. يعني بعمر 10-13 سنة ممكن تبلش تظهر أعراض القرنية المخروطية، وحتى بالحالات الوراثية بتظهر بهي الأعمار تقريبا، يعني بين عمر 10 و18 سنة.
هاي الأعمار يعني لحتى كيف المريض ممكن ينتبه أنه عنده قرنية مخروطية، الشكوى الرئيسية حتكون عنده تشوه رؤية، يعني هو ما عم يشوف بشكل واضح. بروح لعند الطبيب بيفحصه، بشوف عنده أسواق انكسار، لكن هاي الأسواق الانكسار ما عم تصحح بالنظارة كما يجب. يعني منلاحظ لأنه إذا أعطيناه عدسات أو نظارة ما بيوصل بقدرته البصرية لعشرة من عشرة مثل ما لازم تتصحح أسواق الانكسار العادية، إنما عم بيضل بصره أقل من عشرة من عشرة. من خلال الأجهزة الحديثة اللي بنفحص فيها العين بنلاحظ على أنه انحناء سطح القرنية صار عم بيتجاوز الحدود الطبيعية، وإذا عملنا صورة لقرنية العين اسمها صورة طبوغرافيا القرنية هي اللي بتأكد التشخيص الإصابة بالقرنية المخروطية. طيب دكتور، خلينا نحكي عن أنواع القرنية المخروطية. قلت هي درجات، يعني فينا نقول شديدة، متوسطة، أو فينا نقول بسيطة. القرنية المخروطية هي هيك، بتبلش بسيطة وبتتطور لشديدة. بالدرجات البسيطة المريض بشكي فقط من تشوش رؤية، وعادة هاي بتكون حالات خفيفة وسهل علاجها، يعني بتكون المريض بنظارة بسيطة بيقدر يوصل لرؤية جيدة جدا. بعدين بتتطور للإصابة لأكثر من هيك، بصير في عنا درجة متوسطة، القرنية بتصير رقيقة، انحناءات القرنية بتتجاوز القيم الطبيعية. هاي الدرجات المتوسطة ممكن بالنظارات تصحح ل يعني جزئيا، ما راح نقول كليا، ممكن كمان تتصحح بالعدسات اللاصقة الصلبة. في عدسات لاصقة صلبة خاصة بتصحح أسواق الانكسار عند مرضى القرنية المخروطية، بتعطينا نتيجة جيدة الحقيقة. إذا المريض قدر يتحمل العدسة اللاصقة الصلبة فبيقدر يحصل على رؤية جيدة. بالدرجات الشديدة بتصير الموضوع صعب، تتدنى الرؤية كتير، القرنية بتصير رقيقة كتير، تظهر علامات خاصة على سطح القرنية بنسميها مثلا هابستيريا أو بعض الكثافات على سطح القرنية. أحياناً تيجي بشكل إسعافي، يعني المريض بيصير في عنده تموه بالقرنية أو بنسميه الهايدروب نتيجة تشققات بدها تصير بغشاء ديسمي، لما القرنية بتوصل لمراحل كتير مترقية فبتتشقق غشاء ديسمي، بتنفذ السوائل للقرنية، بتصير الحالة مؤلمة ومزعجة جداً بالرؤية. هي بمراحل كتير كتير متقدمة، نادرة ما صرنا نشوفها بهالأيام هي، لأنه المرضى صاروا أوعى ونقدر نكشف القرنية المخروطية قبل ما نوصل لهالمرحلة. طبعا لما بنوصل لهي المراحل الشديدة قد يكون الحالات يعني ما بقت تتعالج لا بالنظارة ولا بالعدسات اللاصقة، إنما بصير الموضوع بده عمل جراحي لاستبدال القرنية بقرنية طبيعية من متبرع. نعم دكتور، خلينا نحكي، هل الخلل يعني القرنية لما تنأذى ممكن تعمل خلل بتوازن الجسم أو بمرحلة من المراحل، أو يصير في خلل بالتوازن بالجسم ولا لا؟ هل الخلل حيكون خلل بالرؤية؟ بالرؤية حقيقة بالتوازن. يعني أما بالتوازن ما حتأثر على التوازن، لكن المريض حيحس أنه هو ما أنه شايف منيح، بيشكي كتير من الأضواء، أنه كتير عم تزعجه، الأضوية ما عم يتحملها، بالسواقة كتير عم بتضايق، الأشكال حتى لو ما عم حط نظارة عم لك أوكي أحسن شوي لكن أنا ما عم شوف بشكل واضح كما يجب. هون يعني هي الأعراض بشكل أكثر، المريض أنه ما مرتاح بالرؤية أبدا وعم يتضايق كتير من الأضوية والانعكاسات الضوئية على عينه. أما موضوع التوازن ما حتأثر كتير على توازنه، يعني بنقصد بالمشي أو بالقعدة، لا ما حتأثر على توازنه، إنما هو فعلا خلل بالرؤية بشكل رئيسي. يمكن دكتور كثير من الناس يمكن أو أغلبنا بسبب ضغوطات الحياة أو ضغوطات العمل والمشاغل آخر خيار يعني بيكون هو الطبيب، فيعني ممكن يكون في غبش بالرؤية أو شيء بسيط ما ينتبه الشخص. يعني إذا فينا نحكي عن بعض الأعراض لأن دقنا قوس الخطر، قول لا في مشكلة بالعين لازم تابع عند الدكتور، لازم ما أغفله، لأنه أحيانا بيقول لك لأنه أنا قاعد من بعيد ما عم شوف كثير يمكن يكون في معي نقص بالنظر شيء بسيط. ففيني أقول أنا مثلا بعض الأعراض لقلهم أنه فعليا بس انتبه لهي الأعراض إن كان عنده الشخص أو أحد أفراد العيلة، وخصوصا عند الأطفال اللي ما كثير بيعبروا، كيف فيني فعلا هون أتوجه للطبيب؟ العرض الرئيسي هو تشوش بالرؤية، يعني أي شخص بيشكي أنه رؤيته ما واضحة، إذا قارن بين العين اليمين والعين اليسار بيلاحظ أنه في فرق بالرؤية ما بين العينتين، هذا شخص لازم يراجع طبيب عيون. الشخص اللي بيلاحظ أنه إذا قاعد مع رفقاته، إذا كان بعين غير الأخرى ما كتير بينتبه؟ ممكن ما ينتبه، لأنه إذا عنده عين سليمة وعم بتشوفه بشكل جيد والعين الثانية فيها تشوش ممكن ما ينتبه، لأنه هو العين السليمة عم تعطي رؤية واضحة، العين المشوشة ما كتير عم ينتبه عليها، ممكن ما ينتبه المريض وفعلا يتأخر بمتابعة العين المصابة لأنه العين اليمين أو العين السليمة عم تعطي رؤية واضحة. المريض ممكن يلاحظ هالشيء من الأشخاص الموجودين معه، يعني إذا كنا قاعدين فرضا أنا ورفقاتي عم نتابع
مباراة كرة قدم فرضا، فأتي شايفين شو مكتوب على الشاشة، أنا ماني شايف شو مكتوب على الشاشة، معناته أنا عندي مشكلة. إذا شفنا الطفل عم بيقرب كتير على شاشة التلفزيون ليشوف، معناته عنده مشكلة. إذا عم بيقرب الكتاب أو التابلت من عيونه، معناته في عنده مشكلة. إذا شفنا أنه الأضوية عم بتضايقنا أو ما عم نكون مرتاحين بسواقة السيارة خاصة بالليل، عم بيزيد تشوش الرؤية عنا، كمان معناته في عنا مشكلة تستدعي مراجعة طبيب العيون. والحقيقة برجع يعني بقول موضوع القرنية المخروطية، لأنها هي مراحل، كل ما اكتشفنا المرض بمرحلة مبكرة كل ما كان أحسن، لأنه بالمراحل المبكرة إذا اكتشفنا القرنية المخروطية بيكون علاجها سهل مثل ما قلنا بالنظارة أو بالعدسة اللاصقة. وكمان بنفس الوقت بنقدر نعمل شيء اسمه تصليب للقرنية. شو هو التصليب للقرنية؟ منعرض القرنية لأشعة معينة بتخلي القرنية تثبت عند هذا الحد وما تتطور لقرنية مخروطية شديدة، وبالتالي ما نوصل المريض لمرحلة أنه يحتاج زراعة قرنية. فكل ما كان التشخيص مبكر أكثر، كل ما كان العلاج أسهل، وكل ما كان المريض عم يحصل على رؤية أفضل. ومن هون منقول أنه الأشخاص اللي بيعرفوا أنه في عندهم مشكلة عائلية بالقرنية المخروطية لازم كلهم يعملوا فحص حتى لو ما شفوا من عيونهم، عشان إذا في عنا إصابة مبكرة نكشفها، نعالج الموضوع. إذا احتاج تصليب قرنية بنعمل تصليب قرنية، إذا بده نظارة أو عدسة لاصقة بنعطيه نظارة أو عدسة لاصقة. بهالشكل بنكون نحن يعني بعدنا المريض عن خيار الجراحة في ما لو كان الموضوع بيطلب جراحة بالحالات المتأخرة. نعم دكتور، ما بعد المعالجة إن كانت دوائية وإن كانت بالعدسات أو إن كانت بالعمل الجراحي، حياة المريض أكيد رح تتغير، ما بقى رح تكون طبيعية. شو هي التحذيرات يلي لازم نحن نعطيها للمريض بعد الشفاء أو بعد المعالجة من القرنية المخروطية؟ بالدرجة الأولى أنه يستمر بالمتابعة مع طبيبه كل فترة بفواصل زمنية بحدد له في أطرات للعين محددة لازم يضل عم يستخدمها مدى الحياة أو لا؟ بشكل إلزامي ما في أطرة أنه لازم يستخدمها على طول، إلا إذا في عنده أعراض مرافقة. يعني مريض اللي عنده حساسية بالعين قد يحتاج أطرات لعلاج الحساسية بنعطيها. المريض اللي عنده جفاف على قرنية العين ممكن نعطيه أطرات مرطبة لسطح العين بتساعد على معالجة الجفاف وتحسين نوعية الرؤية. المريض اللي بيستخدم عدسات لاصقة ممكن نعطيه أطرات مضادة للالتهاب أحياناً، كمان أطرات مرطبة للعين لحتى تخلي عينه بحالة صحية وما تأذي العدسات الموجودة على عينه. الأشخاص اللي بنعمل لهم تصليب قرنية هدول بيحتاجوا لعلاج بأطرات مضادة للالتهاب، وممكن نعطيهم كورتيزون خفيف لحتى ما يصير في عندهم تغيم على سطح القرنية. هي عادة بتكون لفترات مؤقتة، شهر أو شهرين بعد عمليات تصليب القرنية، بعدين بتصير الأمور طبيعية إن شاء الله. لكن كل مرضى القرنية المخروطية بنصحهم أنهم ما يتعرضوا للشمس كتير، لأنه الأشعة فوق البنفسجية تعتبر عامل محرض على تطور القرنية المخروطية. الأجواء المغبرة واللي فيها تلوث أنهم يحاولوا يتجنبوها قدر الإمكان. النظارة الشمسية بتريح العين كتير بهاي الحالات. بس خلينا نعلق على النظارة الشمسية، يعني اكيد هلا ما كل الناس فيها تجيب الاوريجينال، فالكوبي او المانا نظاميه، هي العدسه بتاثر على العين ولا؟ هلا خلينا نقول اذا كانت العدسه مصنعه بشكل جيد ما عم تعمل للمريض تشوهات بالرؤيه او ما عم تعمل له صداع او ما عم تعمل له اشكاليه، فينا نقول عنها مقبوله، خاصه اذا كان الفلتر الضوئي فيها يعني عم يحجب الاشعه اللي نحن ما بدنا اياها، يعني انه يكون يعني ضمن نطاق معين مريحة للمريض. أما إذا النظارة عم تعمل له تشوه بالرؤية، عم تعمل له صداع، ما أنه مرتاح فيها، معناته في مشكلة بالنظارة، بنحاول أنه نغيرها لنوعية أفضل. طيب دكتور، ذكرت خلال حديثك عن مشاكل القرنية المخروطية وعلاجها تثبيت حالة القرنية المخروطية، هون فينا نقول نحن بهي المرحلة بنثبت، يعني ما في شفاء تام، بنحاول نحافظ على هي المرحلة وإحاطة علاجية؟ تمام، حقيقة نعم، نحن بنحاول بتثبيت القرنية المخروطية بعمليات التصليب اللي اسمها كروس لينكينج انه نوقف المرض عند حده. حقيقة هي العملية فعاليتها تتراوح بين 7 سنوات و10 سنوات، يعني بنقدر انه نثبت القرنية على وضعها بين 7 ل10 سنوات، وهي فترة مهمة لانه القرنية المخروطية بتضل تتطور لعمر ال 34 او ال 35 سنة، وهذا عمر يعني ما قليل. خلال هالفترة هي ممكن الشخص يكون بمرحلة دراسة ومرحلة شغل ومرحلة صحيح. إنتاج، ضروري أنه نحافظ له على حالته. كمان خليني أذكر ملاحظة،
بالنسبة للسيدات موضوع الحمل والولادة بيأثر على القرنية المخروطية، يعني ممكن تتفاقم القرنية المخروطية حتى خلال لو عاملة حالة تثبيت للحالة. مشان هيك السيدات يلي عندهم قرنية مخروطية بدرجات خفيفة ومتوسطة قبل الحمل والولادة بنصحهم أنهم يعملوا تصليب قرنية إذا كان عندهم قرنية مخروطية، لأنه فعلا بتمنع من تطور القرنية المخروطية بعد أو خلال الحمل والولادة، فبتكون عملية مفيدة بهي الحالة. هلأ بعد 10 سنوات من تصليب القرنية نحن طبعا المريض بنكون عم نتابعه من خلال الفحص الدوري من خلال الصور طبوغرافيا القرنية. إذا شفنا أنه لسه الحالة ثابتة والمريض صار عمره فوق 34 عادة ما عاد يحتاج تصليب قرنية مرة تانية، لكن إذا كان عامل تصليب القرنية بعمر مبكر خلينا نقول بعمر مثلا 17 أو 18 سنة، بعد 10 سنين بعمر 27 28 سنة إذا كانت الحالة ثابتة ممكن نعيد له التصليب مرة تانية، لأنه لسه هذا الشخص لعمر 35 سنة ممكن يتطور عنده القرنية المخروطية، فبالتالي ممكن نعمله تصليب قرنية مرة تانية لحتى نحميه لعشر سنوات أخرى من عمره لبين ما يتجاوز عمر 35 سنة. نعم دكتور، خلينا نوضح فكرة عند المعالجة الخاطئة للقرنية، شو هي المضاعفات اللي رح تصير للمريض، وعند عدم المتابعة بالعلاج شو هي المضاعفات، وعند الإهمال شو هي المضاعفات؟ يعني خلينا بس نبلش من الآخر. عند الإهمال وعدم المتابعة القرنية حتتطور أوكي. يعني أنه المريض يوم عن يوم حتزداد الوضع سوءا ليوصل لمرحلة أنه فعلا ما عاد يمشي الحال لا بنظارة ولا بعدسة لاصقة ولا حتى بزرع حلقات، وصار الموضوع بحاجة جراحة. الجراحة هي زرع قرنية، وهي عملية تعتبر يعني من العمليات الكبيرة، لأنه احنا بحاجة قرنية من متبرع متوفي ونزرعها عند المريض لحتى نعالج القرنية المخروطية، والشفاء بعد عمليات زرع القرنية بياخد وقت. يعني نحن بنحط قطب شي 16 قطبة بعملية زراعة القرنية ما بنقدر نفكهم قبل سنة من الجراحة، وبالتالي يعني الهيلينج أو التعافي بياخد وقت، فبنتمنى أنه المريض ما يوصل لهالمرحلة حقيقة. فمثل ما قلنا إذا أهمل المريض أو ما تبع حنوصل لهي المرحلة. هلأ العلاج الخاطئ حيأثر علينا أنه بدل المريض ما حيستفيد حتزداد حالته سوءا. صحيح. العلاج الخاطئ أحيانا يكون من سوء تقدير الحالة، يعني أنه تكون الحالة بسيطة أو درجة خفيفة من القرنية المخروطية وما يتم تشخيصها، أنه نتعامل معها على أساس أنها أسوأ انكسار عادية، نقول للمريض أنه بدك هالنظارة وبس، هون نكون فوتنا فرصة على المريض، لانه بهي المرحله بيكون المريض لساته بالدرجه الخفيفه اللي ممكن نسيطر عليها، مثل ما قلنا بعمليه تصليب القرنيه اذا اهملناها وراح المريض بيرجع بعد فتره تطورت القرنيه وصارت بمرحله متقدمه صار بده عمل جراحي. العلاج الخاطئ احيانا بيجي من انه اجراء العمل الجراحي بدون استطباب، يعني اذا عملنا له تصليب قرنيه لشخص ما بده تصليب قرنيه او ما بينفع عنده تصليب القرنيه ممكن يصير في عنده كثافات على القرنيه تسيء له للرؤيه. احيانا بعض الاطباء بيعالجوا الحاله بزرع حلقات، الحلقات لها استطباب قد يكون مفيد بزرع القرنيه لكن مو بكل الحالات، في حالات زرع الحلقات ما بيكون مفيد لهم وبالعكس قد بتسبب لهم مشاكل اكثر. زرع القرنيه كمان ما بصير نعمله للحالات البسيطه والمتوسطه لانه ما حتى بس قديش عمليه زراعه القرنيه بتكون فعلا ناجحة، يعني قديش فعلا لما هي لأنه إدخال جسم غريب لو كان مطابق 100% بده وقت طويل لا فينا نقول يتأقلم ويعود لحالته الطبيعية، بعد فترة العلاج إذا وصلنا لمرحلة زراعة قرنية بيتابع المريض حياته الطبيعية بيشوف بشكل واضح ولا بيكون إلى بعض الآثار الجانبية؟ هي زرع القرنية من بين عمليات زراعة الأعضاء تعتبر العملية الأكثر نجاحاً. لما يكون المريض استطبابه صحيح بزرع القرنية ونجري له العملية بشكل جيد نسبة النجاح عادة بحالات القرنية المخروطية بتتجاوز 95%، الرفض قليل كتير بين 5-10%، ما بتتجاوز 10% إلا بحالات نادرة، وبالتالي هي عملية ناجحة إذا المريض تابع بشكل جيد مع طبيبه. المريض بيحصل على رؤية جيدة جدا قد تصل إلى 10 من 10 وقد تكون أقل من هيك، ولكن مع نظارة بسيطة ممكن يحصل على رؤية ممتازة وبيعيش حياته بشكل طبيعي، لكن مع بعض المحاذير بنقول له أنت دير بالك تجنب الرياضات العنيفة، مثلا ما فيك تلعب كيك بوكسينج، ما فيك تلعب كاراتيه، لأنه أي رد على العين ممكن هالقرنية اللي زرعناها تخرج من مكانها أو تطلع من مكانها وبالتالي يحتاج عمل جراحي مرة ثانية. المحاذير بسيطة مثل ما قلنا، بس إنه يجنب الرياضات العنيفة أو أي رد ممكن يتعرض له بشكل مباشر للعين، لكن عمليات زرع القرنية عمليات من العمليات الناجحة
العمليات اللي بتعيد التأهيل البصري للمرضى واللي بتعطينا أمل برؤية ممتازة لألون بعد الجراحة. نعم دكتور، نحن بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها بموضوع القرنية المخروطية اليوم، وضحنا يمكن كثير أفكار، وبنتمنى فورا الاتجاه إلى الطبيب عند الشك بأي عرض من اللي ذكرتهم حضرتك. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك الدكتور باسل فاعور، أخصائي بأمراض العين، بتمنى الصحة والسلامة لجميع الناس. شكرا كثير لك. إن شاء الله. شكرا لكم.